أنابه معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط سعادة الدكتور بيتر بارتلت الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين بابكو لافتتاح النسخة الثالثة من ملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية في صناعة النفط والغاز لواس 2017 ضمن مبادرات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لهندسة العمليات ميبك 2017. لا يمكن الظفر بجائزة ما إلا إذا أتت القدرات والمهارات بصورة تتلائم مع حجمها ومقدورها التي وجدت أساسا لها. ملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية في صناعة النفط والغاز بدول مجلس التعاون الخليجي وجد نفسه متكيفا متلائما مع كفاءات نسوية تعلمت وشاركت ثم حققت نجاحات عديدة لتكون الجائزة بين كفي النساء تحدين الصعاب وكن فعلا من يستحق أن توكل المهام إليه. توج اليوم بافتتاح مؤتمر تمكين المرأة وتناول مجموعة من المتحدثين تناولوا أمور تتعلق بالوسيلة اللي ممكن تساعد في تضييق الفجوة بين الرجال والنساء في مواقع العمل خاصة في الصناعة وبالخصوص في صناعة النفط والغاز. أعتقد النتائج اللي طلعت عن هذا الملتقى أن هناك حاجة إلى وجود تشريعات إضافية، رغم أن التشريعات الموجودة هي متكاملة، ولكن تشريعات إضافية تحاول أن تساعد المرأة أكثر للدخول في مجال صناعة النفط والغاز. ملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي جاء متوافقا مع السبل التي ينشدها المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، وذلك من خلال نشر ثقافة التميز القيادي للمرأة وتشجيع الابتكار والقيادة والإنجاز والمواهب النسائية في الأوساط الأكاديمية والقطاعات التجارية والصناعية في مجال النفط والغاز. الفعاليات تطرقت أمس واليوم إلى المرأة المهندسة، المرأة في مجالات الهندسة، وكان لي الشرف المشاركة بعرض عن المرأة في مجالات التعليم، في التعليم المرأة في الهندسة وشنو العوائق اللي تواجهها المرأة في مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا وما هي الطريقة للتغلب على هذه العوائق. وكان لنا أيضا الشرف أن احنا نسمع الحضور من مختلف دول الخليج ومن العالم. هذه المؤتمر أو ورشة العمل اللي نظمتها ليواس كانت مهمة جدا حق تهيئة المرأة العاملة في القطاع النفطي أو أي مرأة عاملة أن توازن بين حياتها وبين عملها، وفي نفس الوقت تشجعها على أن هي تكون فعالة في حياتها على الصعيدين العملي والأسري. يعد هذا الملتقى خير مساند وداعم للمرأة باعتبارها شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد، وأن تحقيق النجاح والاستدامة على الأمد البعيد في قطاع صناعة النفط والغاز يعتمد اعتمادا كبيرا على تطوير قدرات كوادرها البشرية بمن فيها المرأة، وذلك من خلال توفير التعليم والتدريب المناسب ودعم أفضل المواهب والكفاءات النسائية والبرامج المشجعة على الابتكار والقيادة في مجال صناعة النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي. اليوم كان موعدنا مع افتتاح ملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية في صناعة النفط والغاز، وهذا الملتقى شهد تجمع كبير للمهندسات البحرينيات لتبادل الخبرات فيما بينهم. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.